السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة وبرنامج بانوراما على شاشة قناة سمراء الفضائية. أرحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة. حقيقة حلقة يوم أمس كانت في موضوع اللي شغل الشارع العراقي خلال الأسبوعين الماضيين، هي مسألة ما يعرف بالمحتوى الهابط أو أصحاب المحتوى الهابط. يعني بما أنه إحنا في بانوراما نتقص المواضيع الاجتماعية اللي تخص الشارع العراقي، اليوم حلقتنا راح تتوقف عند موضوع مهم ايضا، ممكن انه احنا سابقا اخذنا هذا الموضوع وتناولناه في حلقات سابقه وفي محاور اخرى، لكن اليوم نريد نسلط الضوء خاصه بعد التداعيات الاخيره. يعني اليوم في موضوع ارتباط كبير ما بين ما يجرى على مواقع التواصل الاجتماعي وتربط هذه القضيه بانعكاساتها على داخل الاسر. اذا العنف الاسري اليوم بين القانون المعطل وبين المجتمع اللي يبحث عن حقيقة مجتمعنا العشائري أو العرف، عندنا موضوع مهم جدا أيضا، هذا يركز على موضوع العنف الأسري ويركز أيضا على غسل العار أو الشرف أو ما شابه ذلك. هذه المشاكل وهذه القضايا بدأت بالفترة الأخيرة تأخذ مديات أوسع بداخل الشارع العراقي وداخل المجتمع العراقي، بدأت تخوف حقيقة ودفعت يعني المعنيين سواء كانوا على منظمات المجتمع المدني، حقوق الإنسان، سواء كانوا من شيوخ العشائر، رجال دين، رجال دولة، الكل تبحث عن مخرج لوضع حد لهذا العنف الأسري. وشاهدنا قبل أكثر من أسبوع موضوع الناشطة أو اليوتيوبر أو تيك توكر، ما أعرف شو يسموها، البنية طيبة، الكل يعرف قضيتها اللي حثت في محافظة الديوانية بعد أن كانت ابنية مسافرة ورجعت إلى العراق. المهم الضجة اللي افتعلت في هذه القضية أو الضجة اللي انتشرت في هذه القضية دفعت بالعديد من أصحاب الرأي وأيضا اللي لهم كلمة في المجتمع أنه يسلطون الضوء مرة أخرى على قانون العنف الأسري. ليش قانون العنف الأسري بالعراق ما يقر؟ هل فعلا أكو مشكلة أساسية بهذا القانون؟ يعني يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا بالمجتمع العراقي؟ لو هي لا، راح ينطي للمرأة صولة وراح يخليها أكثر جرأة وأكثر يعني قوة وما حد يقدر يقول لها لا وما حد يقدر يمنعها. وبالعكس أيضا هذا الموضوع هو ينطبق حتى على الرجل، يعني قانون العنف الأسري هو ما معني فقط بالمرأة لكن بالشكل العام أنه يسمى أو يختص من تقول العنف الأسري، يعني تنظر مباشرة إلى الأم، إلى الزوجة، إلى البنت، إلى الأخت، يعني مباشرة الكل يتجه إلى هذا. لكن في الحقيقة أيضا الرجل إلى نصيب في مسألة العنف الأسري، يتعرض إلى التنمر، يتعرض إلى الاعتداء، يتعرض إلى القتل أو التهديد. كل هذه المواضيع دفعتنا أنه نتوقف عندها حقيقة، أنه نريد نناقش هذه القضية، نريد نعرف حيثياتها، نريد نعرف مدياتها، كيف ممكن أنه إحنا اليوم فعلا نقدر نساهم بإيقاف نزيف الدماء اللي تأتي من خلال جرائم الشرف، جرائم الـ يعني مواضيع أخرى، ابتداء بالعنف الأسري وما شابه ذلك. رحبوا معي في حلقة هذا اليوم السيدة رويدة حسن، مديرة منظمة الحرية لحقوق الإنسان في بغداد. حياك الله ست رويدة ويانا بحلقة بانوراما، وأيضا لاحقا راح ينضم ويانا الشيخ محمد الزيداوي، الشيخ أو رئيس مجلس، نعم الآن ننضم معنا ويانا أيضا الشيخ محمد الزيداوي رئيس مجلس شيوخ عشائر البصرة. حياك الله شيخ محمد ويانا في بانوراما. خليني أبدأ خليني أشوف ست رويدة، سمعت المقدمة وأنت أكيد يعني بما أنه أنت في مجال حقوق الإنسان ومنظمة حرية حقوق الإنسان عندكم رأي بهذا الموضوع، احكي لي على الموضوع. يعني خليني أبدأ السؤال الأول اللي هو أهم موضوع أنا أريد أتناوله بهذا الموضوع، موضوع قانون أو تعطل قانون العنف الأسري. فعلا القانون هو بمشاكل يعني يحرض المرأة على الأسرة أو على الرجل لو هو ما يتطابق ولا يتوالم مع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا بالعراق؟ تفضلي أستاذ ناصر وعلى قناتكم الكريمة وعلى ضيفنا الكريم. طبعا بداية احنا قبل أن ندخل بالقانون وقبل أن ندخل بتفاصيل القانون احنا لازم خلينا نوصل فكرة اللي نقدر احنا كناشطين في المجتمع المدني وكأشخاص عاديين احنا نقدر نساهم بتقليل العنف الأسري قبل القانون اللي يكون موجود. يعني احنا نبدي بنفسنا وبعدين نبدي بالقانون.
فأول شغلة أنه خلي نبديها أنه هو العنف الأسري مثل ما قلت حضرتك مو يعني يقتصر على المرأة فقط، يعني هو أي سلوك عدواني بين أفراد الأسرة، ممكن يكون بين الأب والأم، ممكن يكون بين الأب والأبناء، ممكن يكون بين الأبناء نفسهم للآباء أو لكبار السن. هو هذا العنف تقريبا، يعني مو بس العنف اللي احنا مسمينه انه بنسمع كلمه عنف راح يقول شنو، مثلا انه شخص يضرب هذا الانسان اللي داخل بيته، لكن هو العنف انواع، عنف جسدي، عنف نفسي، عنف جنسي، وهذه الاشياء اللي ادت الى العنف سبب اكيد لها اسباب، يعني ماكو شخص يعنف عائلته بدون سبب، يعني لازم اكو فد اسباب وصلت هذا الشخص الى هذه المرحله. هي دوافع كثيره بصراحه، من اهمها اللي هي الدوافع الاجتماعيه، الدوافع الاقتصاديه، والدوافع عفوا الذاتيه والنفسيه. اذا اريد نجي على الدوافع الاقتصاديه اللي هي ادت الى يعني العنف الاسري، انه مثلا اللي نبديها بنقول اللي اسبابها العادات والتقاليد، يعني مثلا احنا كشعب نقدر نقول عليه متمسك بالعادات والتقاليد اللي موجوده بداخل المجتمع مالتنا، انه مثلا وصلت البنيه في مرحله عمريه معينه مكان خلوها تكمل دراسه، ان خلاص انت تبقين ما تدرسين، السبب لان انه لازم تتزوجين ابن عمك. هنا انا بديت فتحت باب للعنف الاسري، بديت انه ظلمت انسانه، ما خليتها تمارس حقها كانسانه طبيعيه، ممكن تريد تكمل دراستها، ممكن تريد تكون كانسانه مؤثره بالمجتمع. هاي يعني جانب من جوانب الاقتصاديه، اما بالنسبه عفوا الاجتماعيه، اما بالنسبه الاقتصاديه، السبب انه الاب يجي يعنف اولاده مثلا بسبب انه وصل مرحله انه ماكو وظيفه، ما متوظف، اكو بطاله، فهاي البطاله سببت عنده حاله غضب، سببت عنده مشاكل نفسيه، انه ما يقدر يوفر لعائلته القوت اليومي او الاحتياجات الاساسيه. هذه كلها تندرج تحت مسمى الدوافع الاقتصادي. اما بالنسبه للدوافع الذاتيه والنفسيه، هذه نقدر نقول عليها هي جايه من الشخص نفسه، من عوامل خارجيه، يعني مثلا كان معنف هو طفل بسبب سوء المعامله والى اخره من الاسباب. طبعا الاثار اللي تسبب من العنف الاسري على المجتمع اثار كلش كبيره، اللي هسه وصلنا مرحله اللي بدها تشوفوها مثل حضراتكم، تفكك اسري ادى الى حالات طلاق، حالات هروب فتيات، حالات الى انه وصلت حتى اولاد عفوا رجال يمارسون يعني قضايا غير صحيحه بسبب انه هم عايشين عنف بداخل الاسره مالتهم. طبعا اكو قضيه كلش مهمه يعني لازم يعني اذكر بيها، انه دا تصير احصائيات كلش كبيره سبب انتحار بسبب العنف الاسري، مثل ما ذكر في العام الماضي بسنة 2022 أنه وصلت حالات انتحار إلى 700 حالة. هذه على لسان الأستاذ حازم الرديني اللي مثل ما تعرفونه هو نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بالعراق. هذه في سنة 2022، سنة 2021 هم نفس الشيء، هم كانت حالات عنف 772 حالة، يعني بين يعني يومياً حالتين. طبعا اذا اريد نبقى في قضيه الاحصائيات راح بصراحه. طيب هذه حاله خليني لقاء. تمام ست رويده، خليني اخذ راي الشيخ محمد. شيخ محمد حياك الله. شيخ محمد، اليوم النظره الاساسيه تكون هي للعشيره، يعني سمعه الاب، سمعه العائله، سمعه العشيره منوطه بسلوك او باخر لاحدى الفتيات او لاحد الصبيان، لكن هو الأكثر اليوم العشيرة تتعامل مع المرأة بشكل مختلف متميز، يعني مو مثل ما يتعاملون مع الرجل، لكينونتها، لطبيعتها، لمسؤولية الآباء والمجتمع الذكوري، يعني نكون واقعيين. احنا من وجهة نظركم انتم كشيوخ عشار او كعشيرة، بما يخص قانون العنف الأسري اللي هو من 2019 لحد اليوم ما يزال يعني مطبق وقاعد بالبرلمان، طيب هذا القانون من وجهة نظركم هو فعلا يحرض المرأة، يخليها تستفحل على الرجال، تستفحل على الأسرة؟ لو هو لا، عفو دكتور، عفو شيخنا، لو هو لا ما يتوالم أصلا ويا عاداتنا وتقاليدنا، وممكن أنه هذا راح يسبب لنا مشكلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك وعلى طيب. عليكم السلام ورحمة الله.
نعرف العادات العشائرية والتي ربما إذا أردنا أن نتكلم بكل صراحة لديها قانونها والقانون الوضعي لديه يعني أدوات وقوانين بالنسبة إلى قضية الأعراف كما يعلم الجميع وبالخصوص بالمنطقة الجنوبية ربما تختلف من منطقة إلى أخرى. حاليا بعد تغيير وبعدما تم تغيير النظام وتحولت الدولة يعني إلى دولة شبه ديمقراطية يعني كما تعلم في السابق كان كثير من القيود موضوعة حيث كانت الشريعة العشائرية نوع من السطوة يعني تختلف عن السطوة الحالية التي ربما حدثت وتحدث. ما اعرف المكان الشيخ شيخ اسمعك بس الصوت مو هالقد واضح الصوره يعني ما اعرف انت حضرتك وين اليوم بالبر بالبر والله بالبر انزين طيب طيب خلينا نشوف احنا نحاول يعني نحاول انه طيب يمكن انقطع الاتصال خلي نحاول نتصل بيك مره ثانيه شيخنا العزيز. خليني ارجع للست رويده. ست رويده يعني العراق بمرجعيات دينية بمرجعيات عشائرية بمرجعيات يعني قانونية اجتماعية هذه المرجعيات بحد ذاتها ما قدرت تضبط إيقاف العنف الأسري داخل الأسرة. وأرجع وأقول أن العنف الأسري هذا المصطلح هو ليس معني فقط بالمرأة وإنما هو معني للرجل الأب الأخ الابن الطفل البنت والأخت والزوجة والأم. بصراحة احنا كمنظمات مجتمع مدني وكناشطين بحقوق الإنسان بدنا نعمل على قضية بس بصراحة مو الكل يعمل عليها نحتاج إلى اللي هي. جهود شلون تقول رسمية وغير رسمية يعني مثلا احنا كمنظمات مجتمع مدني اكو كم منظمة موجودة بالعراق حاليا تشتغل على تثقيف بالقانون مناهضة العنف الأسري اللي على مود نوصل لشيوخ العشائر لرجال الدين حتى نوصل لهم فكرة لأن مو الكل بصراحة يعرف ماهية القانون يعني أنه بس مجرد ما يسمعون قانون العنف الأسري يفكرون أنه هذا القانون راح يؤدي إلى تحرر الفتاة أو تحرر المرأة أو تمردها بالعائلة لكن هو الحقيقة مو هنا على القضية. القضية أنت هنا راح تحترم حقوقها راح تحترمها كإنسان قبل أن تكون هي كمرأة. فنعمل على أنه نحاول أن نتكاتف ونسوي ورش توعوية فرق تطوعية حملات داخل إلى مثلا مناطق معينة حتى نوصل المعنى الحقيقي للقانون العنف الأسري حتى نقدر أنه نخليه يعني يعمل به مو مجرد قانون اللي هو على ورق لا يتم تفعيله لأن هنا أنت راح هواية تعالج قضايا كلش مهمة اللي من ضمن هذه القضايا أنه راح تقل حالات الانتحار مؤكدا راح تقل حالات التمرد لان بصراحه انه هذه اللي وصلت لهذه المرحله هذه قضيه كلش كبيره يعني مثلا اللي وصل القضيه اللي قبل فتره كلش انتشرت وانتشرت على مدار مو بس العراق على مدار الوطن العربي وصارت قضيه راي عام قضيه الفتاه طيفة اللي قتلت من قبل والدها. شنو السبب اللي وصل هذا الرجل لهذه المرحلة؟ أول شيء هو ما كان واعي بالدرجة الأساس لحتى إنه يتفاهم ويا بنته إنه أنت من حشت لك هذه القضية أنت لازم توقف ويا بنتك أنت لازم توقف هذه القضية اللي هي منافية للشرع وللدين ومنافية لكل الأعراف بصراحة. فيعني إذا أنت مثلا سكتت على هذا الموضوع بسبب شنو إنه قضية إنه العيب وإنه ما نقدر نحكي هيك قضية هذه القضية كلش حساسة ما أقدر أحاسب ابني وخلوا إنه هي المذنبة وهو الشخص المذنب وأدى إلى إنه هي البنية. ليش مثلاً أي بنت تحب تعيش باستقرار بين عائلة ليش إنه بنية عافت عائلتها وراحت مكان ثاني بسبب إنه حاولت بكل الطرق ومن رجعت انتشرت تسجيلات وانتشرت قضايا وانتشرت هواية صار حديث جانبية صارت حديث معها وضدها ويعني تفاصيل كلش هواية ما أريد أدخل بها أكثر بس السبب شنو إنه ما كان أكو تثقيف بداخل العائلة ما كان أكو واحد داخل هذه العائلة إنه الأب ما كان إنه وقف ويا بنته ما أنطاها شلون ما تقول إنه الأمان يعني واحد إذا بداخل بيته ما يشعر بالأمان هذا شلون راح يكون انسان طبيعي. يعني ليش احنا ما نقول يجوز الرجال هو تعرض الى ضغوط تعرفين احنا المجتمعات يفتر بالشارع ها بنتك جت ها ما ادري شنو ها هذا التنمر موجود احنا بمجتمعاتنا وخاصه طبعا. بالمجتمعات الجنوبيه موجوده فالرجال طبعا. يقول لك انا احفظ ماي وجهي صح هاي وجهه نظر العوائل اللي تقدم على هذا التصرف هذه رده فعلهم صحيح
فليش احنا بدنا نقول انه التوعيه تكون مو بس للعائله، التوعيه للمجتمع كله، بدنا نحكي بدنا نريد نوصلها لرجال الدين انه هم يكونون مساندين لنا بهذه القضيه، انه احنا نخلي قانون العنف، مناهضه قانون العنف الاسري تكون بين المجتمع كله مو بس بين العائله نفسها. يعني دا اقول لك انه نحاول نوصل تثقيف بين الاسره عن طريق رجال الدين، عن طريق شيوخ العشائر، عن طريقنا احنا في منظمات مجتمع مدني كفرق تطوعيه بدنا ننشر هذه القضيه، بدنا ننشر انه انت لازم انه تصير عندك وعي بهذا القانون حتى تحمي عائلتك مو بس تحمي المجتمع، لان هذا راح يؤدي الى انحلال المجتمع كله بصوره عامه، راح يؤدي الى اضرار كلش كبيره يوصلها المجتمع. يعني مثل ما تشوف اللي دا يصير، قضايا كلش هوايده تنتشر، ماكو تفكك اسري، ماكو يعني مثلا من قبل الجهات المعنيه هم كلش دا تشتغل على هذا القضيه. احنا دا نحاول انه رسالتنا انه دا نحاول انه يكون اكو جهود رسميه وغير رسميه من قبلنا احنا كمنظمات مجتمع مدني وكناشطين بحقوق الانسان، من قبل الحكومه المحليه اللي موجوده، من قبل الشرطه المجتمعيه انه تتعاون ويانا همين اكثر. بصراحه يعني اكو تعاون بين الشرطه المجتمعيه بس نريد على نطاق اوسع. يعني شنو اللي يحتاج التعاون؟ يعني احنا حتى ننشر ندوات ورش تثقيفيه وتوعويه، لان هسه احنا بدنا ناخذ هذه الورش، بس الصراحه اللي يجون اغلبهم شباب، بدنا نعطي توعيه للشباب، وهذه نقطه كلش مهمه. مثل ما بدك تقول انه هو مواجه ضغوط داخل العائله اللي هو الرجل، احنا ما نريد نكون بس جانب المراه، لا الرجل همنا. فالموجودين الاشخاص اللي يجون شباب وبنات حتى نوعيهم بهذا القضيه، انه انت لازم انه تفهم الك والعليك، انه لازم انه حتى تكون انسان واعي اكثر يصير عندك معرفه اكثر. كلش ضروري يصير يعني توعيه بين الشباب وبين العوائل وبين المجتمع كله، عن طريق قلت لك منظمات مجتمع مدني، الشرطه المجتمعيه، واضافه الى الحكومه المحليه. وعلى فكره يعني سبب انه الشباب ممكن انه يلجؤون الى هذه القضايا والسلوكيات الغير صحيحه بسبب انه هي قضيه هذه اعتبرها من معالجات العنف الاسري، بس هي نقول طويله المدى، يلا ممكن نعالجها. يعني هذا الموضوع هذا الموضوع بدنا نشتغل عليه، على خلينا نقول هيجي من عندنا للناس. زين، والقانون مو المفروض يكون اكو قانون حتى يحمينا احنا؟ يعني يحمي الاسره، يحمي البنت، يحمي الرجل، يحمي كذا، يعني مو المفروض هذا الشيء يكون موجود؟ طبعا هو اكيد لازم يكون موجود. اكو مجموعه من المنظمات الدوليه والمحليه بدها تشتغل على تواقيع انه على مود العمل بقانون مناهضة قانون العنف الأسري، العمل به على أرض الواقع. يعني هذا همينه هذا راح يكون من جانب الحكومة، فإحنا بدنا نحاول نضغط على الحكومة إنه يتم العمل بهذا القانون حتى تحمي المجتمع مو بس تحمي العائلة أو الأسرة. نعم. طيب هذا الموضوع هو يبحث، يعني تحتاج إلى موضوع التوعية مثل ما تفضلت به، خاصة يعني بشكل أو بآخر من باب أبعد. لكن بالحقيقة موضوع الزوجات الجديدة، خلينا نقول أو الزيجات الجديدة، هذا الموضوع أيضا يحتاج. اليوم كثير من المجتمعات، يمكن في إندونيسيا في غيرها، وضعوا اختبار ودراسة ما أعرف كم فترة طول حتى ينجح الشاب أو الفتاة المقبلين على الزواج، وبعدين يأهلوهم أنه يكونون أسرة، لأنه تكوين الأسرة هو بناء المجتمع، هذا الأساس. تعتقدين هذه الخطوات ممكن تصير عندنا بالعراق لو احنا لا نزال نتعامل مع المرأة بأنه فصل عشائري وكذا وجيب وخلي هذه موجودة في بعض المجتمعات؟ يعني كيف ممكن نتحرر من هذه الرؤية، من هذه خلينا نقول التفكير، إن صح التعبير، التفكير الضيق في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان؟ هو مثل ما تفضلت حضرتك استاذ ناصر انه القضيه اللي يراد لها توعيه، فاحنا بده يشتغلون منظمات المجتمع المدني هو التوعيه. يعني مثلا التوعيه مثلا بالامور الاسريه، التوعيه بمجال العنف الاسري، التوعيه بمجال التحرش الجنسي اللي ممكن يصير داخل البيت او خارج البيت. فكل هاي من تصير توعيه بيها اكيد راح يكون زواج ناجح، لان بما انه اذا هي العائله مستقره بداخلها، اكو تفاهم، اكو اسلوب بين العائله، اكو نقاش،
اكو استماع للاخرين، يعني مو مجرد تنمر. يعني بصراحه بين اكثر العوائل انه مجرد ما البنيه تنطي رايها او الولد المراهق ينطي رايه، مجرد مباشره راح يصير عليه تنمر، او ممكن يسكت وما يكمل النقاش ويظل هذه كلها عقد نفسيه راح تصير بداخله. فهذه كلها قضايا مرتبطه زي ما تقول بعضها بالبعض. طيب يعني وجهة نظرك اليوم، انتم اكيد يعني عقدتوا الكثير من الندوات المؤتمرات اللي التمستي من المجتمع، اكو استجابه، اكو يعني نحتاج الى مدش قد تقريبا يحتاج المجتمع العراقي حتى يكون بقدر نقول عن المجتمع ناضج اليوم، وممكن انه نتحرر من مساله العنف الاسري، وان كان موجود اكو قانون او ماكو موجود عندنا القانون، فاحنا المجتمع هو مثقف وواعي لكل المشاكل اللي يوقع بها. تمام حضرتك، إذا تتلاحظ الفترة الأخيرة دا يصير وعي، يعني دا نبدي بهذه القضية، صح؟ إحنا ما نقدر إحنا نقول نوعي المجتمع كله بصورة مباشرة، إحنا دا نبدي بخطوات ودا نشوفها، دا نشوف نتائجها. أكو مهرجانات، أكو دورات، أكو ندوات دا تصير بثقافات جديدة دا تنتشر عندنا، دا يصير إنه مهرجانات دا تشوفها إنه الشباب تطلع طاقتها، تطلع المواهب اللي عندها، تحس الأعمار هذه اللي هي الصغيرة توها بدت نقدر نقول عليها طلعت من باب المراهقة الألفين، تلقاهم أكثر وعي، يقدر يقعد يناقشك ويا شخص كبير في العمر ويقعد يناقشك. ليش؟ تصير هواية فرص، مال فرص، عفوا، ورش، ندوات، مؤتمرات تثقيفية وتوعوية، وهذه الشباب تروح لهذه المؤتمرات وينطوهم فرص. قبل بصراحة ما كانت موجودة، ما كانت اكو هذه، يعني مثلا هسه اذا تلاحظ في مواقع السوشيال ميديا تشوف انه اكو هواي مهرجانات تصير، هواي مؤتمرات ودعوات عامه وتخلي الشباب يروحوا لها، هاي شنو؟ هاي كلها تزيدهم معرفه وثقافه. يعني احنا دا يطور مجتمعنا، احنا ما نريد نقول مجتمعنا منغلق على نفسه، لا، بدا دا يتطور. نلاحظ هواي قضايا جديده تنتشر بصوره ايجابيه، فيستغلون السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه عن طريق انه انا اتعلم لغه جديده، اتعلم مهاره جديده. هذه المواضيع اللي حبيت اذكرها. طيب يعني هذا الموضوع انا اتمنى كان يعني الشيخ، ما اعرف يمكن مكانه مو مناسب حتى يكون ويانا، لان انا كثير عندي من المواضيع تخص الوجود العشائري بالمجتمع وتربيته وتاثيرته او تاثيره على المجتمع. احنا عندنا قضيه طيبه كانت الاخيره، ربما لا سمح الله تكون قضايا اخرى في المستقبل، قضايا سابقه كانت عندنا من يعني من وجهه نظر الكثير من المجتمعات العراقيه والمجتمع العراقي كان ينبذ هذه القضايا. ليش احنا اكو مساله حقيقيه؟ ليش المشكله دائما اذا هي مو يمي اني انظر لها اقول هذه مخالفه للقانون وهذا الانسان يجب ان يعاقب ومرتكب لجريمه وما شابه ذلك، بينما اذا تكون القضيه لا سمح الله قريبه مني راح التزم الصمت او ايد اجراء ولي الامر اللي تصرف بهذا الشكل. ليش هذه الازدواجيه عند الانسان من وجهة نظركم؟ يعني شلون واحد يقدر يحررها؟ يعني هل هو تحكم إلى العقل، إلى الدين، إلى المنطق، إلى المجتمع؟ طبعاً بصراحة يعني إحنا يعني كأشخاص إحنا متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا، هذا الشيء إحنا ما نقدر نحكي. أول شيء إحنا مجتمع يعني شرقي ومتمسكين بهذه العادات أكيد والتقاليد، أكيد ما نقدر إنه نخرج عن هذه العادات، هذه أساسي، إحنا تعلمنا وتعودنا على شيء. لكن شنو دا نريد تصير توعية أكثر بها؟ مثلا هسه مؤخرا دا تصير دورات، عفوا، ورش اللي دا نوجه لهم دعوات، شيوخ العشائر، رجال دين، دا هم اللي أغلب شيء دا نركز عليهم، والحمد لله دا نشوف استجابة من عندهم ونشوفهم إنه يعني شلون مثل ما تقول واقفين ويا هذه القوانين، واقفين ويا إنه ممكن حتى يكون توعية، لأن شنو حتى نحد من هذه القضايا، لأن بصراحة هي السبب اللي دا تصير هذه القضايا بسبب إنه خوف من العادات والتقاليد. نعم. لأن أي مع العلم يجوز هي الإنسانة مو خطأنة، إحنا ليش إحنا مو مثل ما قلت حضرتك يجوز هي مو غلط، بس هي ما مسوي شيء غلط. بس هي إنسانة يعني ما استغلت هذا الشيء بطريقة مو صحيحة، وإنسانة رادت تعيش كإنسان طبيعي فقط. يعني هسه هو يحق لها؟ ممكن يحق لها يعني البنت اللي تتصرف بهذا الشكل يحق لها؟ يصير يعني احنا مجتمع شرقي، ليش هي البنية اللي من طالعة من بيتهم وتعرف انه هذا المجتمع ينبذها وما يقبل؟ يعني احنا اصلا حتى اكو مشكلة عندنا في بعض المجتمعات في الجنوب، البنية اذا حتى الحجاب اذا شوية
خلي يقول خلعت الحجاب صارت لها مشكلة بين أهلها وبين جيرانها وبين قرايبها والناس قامت تحشي عليها، ناهيك عن القيل والقال طبعا ما بين النسوان. طبعا أكيد طبعا. لا أكيد يعني هسه أنا بصراحة يعني أنا ما أريد أكون إنه أنا لا أقول ضد هذه الإنسانة ولا وياه، أنا لا أحكي أكون إنسانة حيادية برأيي الشخصي. أكيد إحنا يعني أنا هسه بعمر مثلا يعني أقدر إنه أطلع شيء، بس لازم إنه أستأذن من أهلي، لازم إنه مثلا أخذ رأيهم أخذ موافقتهم، هذا مو معناته تقييد الحريات. لا بالعكس. لا ليش اعتبروه تقييد حرية؟ إنه أنت أمرك مو بيدك. بسبب انه العائله اللي مثلا العائله اللي موجوده بيها هم تفكيرهم يعني محدود، يعني مثلا اكو اشخاص ثانيين اذا يشوفون انسانه تطلع طب او مثلا تمارس حياتها الطبيعيه هذه يحكم عليها حكم ثاني، لكن هي شنو بدها تاخذ راي عائلتها وتنطيهم احترام، لانه هذا واجب علي ان احترم العائله انه انطيها تفاصيل حياتي اخذ رايهم، لان هم اكيد ما ممكن انه يكرهون هذا ابنهم او بنتهم، بالعكس يتمنوا له انه النجاح ويتمنوا له التوفيق ويتمنوا انه يكون انسان مؤثر بالمجتمع. فالسبب انه ممكن هو العائله وصلت هذا. طيب العائله بها الاخ شويه المتعصب، بها الاخ المنفتح، بها الاخ المريض نفسيا، بها الاخ اللي ما يحب اخته، بها اشكال وانماط مختلفه، فصعب ايضا يكون اكو راي واحد. لازم البنيه راح تشوف يعني عواقب اي قرار او خطوه تقدم عليه وتحسب لها ألف حساب. طبعا أكيد هو إحنا مجتمع بصراحة كثرة الحروب، كثرة بسبب الوضع الاقتصادي الوضع السياسي، إحنا لا مستقرين اقتصاديا ولا مستقرين سياسيا ولا مستقرين، يعني اللي حتى من شخص من يبدي أول ما يتخرج أنه يفكر يريد يشتغل ما راح يقدر يشتغل. ليش هو أنه أكثر العوالي العراقية تلقى بيها الشخص العصبي وتلقى بيها الشخص الغير متفهم؟ بسبب الوضع اللي هو موجود به. لكن اذا شويه الوضع السياسي الوضع الاقتصادي شويه انه صار بصوره احسن كيف راح تتغير؟ واحنا يعني مو يعني ما احب انه اشجع على التمرد ولا جانب انه التمرد، لان بصراحه هذا شيء منافي لعاداتنا وتقاليدنا، لكن انه شنو ممكن اسلوب نقاش، ممكن نوصل لحل نقاش. يعني الاسلوب عفوا يعني انه نقول نوصل الى مرحله من النقاش انه يا اما انا اتفهم الشخص المقابل بعائلتي يا اما هو يتفهم، يعني اخلي حل، ماكو انه خلص انا متزمته برايي والشخص الثاني بعائلتي متزمت برايه، لازم يكون اكو اسلوب تفاهم بالعائله وبعدين تنحل القضيه ان شاء الله. هو الاساس بالمشاكل اللي دا تصير انه سبب تمرد زي. انه هذا التمرد مرحله اي هذا التمرد ايضا يدفعنا الى التساؤل. احنا عندنا كثير من الارقام اللي تقال من قبل وزارة الداخلية انه بعض الجرائم اللي ترتكب داخل الاسرة غالبا ما تسمى بقضايا الشرف او غسل العار او ما شابه ذلك، هاي التسميات. بنفس الوقت ما عندنا أرقام حقيقية، يعني دائما أكو بعض العائلات والله بيتنا مسافرة أو الزوجة وسافرت البرة وهذاك كذا، تعرفين العائلات أكو ما يدخلون فتطمطم الأمور ما بين العائلة الوحدة وصير سكتة، لا القانون يقدر يتدخل لا المجتمع يقدر يتدخل كذا. هذه الحد ذاته من التسلوكيات وهاي التصرفات ما بحثت عن القلق؟ يعني ما وترت المجتمع؟ طبعا اكيد. السلام عليكم. عليكم السلام. يمكن استاذ حيدر انضم ويانا اتوقع، اذا كان جاهز السيد حيدر حسن ايضا هو راح ينضم ويانا بعد ما يعني الشيخ تغيب علينا. طيب خليني يعني انا اتكلم عن هذا الموضوع، زميل المخرج جبين ما يضبط الصوره ويا السيد حسن. اكو نقطه مهمه ايضا، يعني انا بس احب اوصل هذه، يعني الامم المتحده مشاهدينا حثت دائما البرلمان العراقي والحكومة العراقية غالبا على الإسراع في إقرار قانون العنف الأسري ومناهضة العنف الأسري. السلام عليكم. وطبعا عليكم السلام زميل المخرج، شوف لي قضية أستاذ حيدر. السلام عليكم. تقارير حقيقة ما أعرف موجود وياي. طيب مو أنا إذا يوصل لي صوت مالته فحتى شباب إحنا نسمعك. طيب يعني الأمم المتحدة دائما تحاول بشكل أو بآخر أنه تحث الجهات العراقية حتى يتعاملون مع هذا القانون ويكون عندنا قانون مناهض للعنف الأسري في العراق، لأنه بما أنه العراق مجتمع متحفظ
ومجتمع أيضا يعني دائما يكون بالعادات والتقاليد والسلوكيات والدين والعشيرة والجاهة والعائلة لها فد اعتبارات. إحنا مجتمعاتنا خاصة العراقية لها فد قوانين، لها فد سلوكيات، لها فد قيمة وتقدير وتقديس أيضا عند الكثير، وبالتالي أي سلوك مخالف لما تربينا عليه راح يعتبر هو مخالف أيضا لعاداتنا وتقاليدنا، وبالتالي أي محاولة لمحاربة العادات وعدم احترام التقاليد راح يضع الشخص بأنه يكون شخص منبوذ مجتمعيا، لأنه خالف هذه الأعراف وخالف السنن اللي تربت عليها العائلات أو تربوا عليها الآباء والأجداد. وبالتالي هذا الجزء يحتاج إلى توعية حتى أنت تثقف المجتمع، لأنه كل العادات وكل السلوكيات اللي تربوا عليها الأجيال السابقة تتغير بشكل طبيعي مع التغير في الحياة وتقدم الزمن، يعني بوجود التكنولوجيا، بوجود التقدم العلمي، بوجود التطور، بوجود الشكل أو بآخر هذه حياتنا المختلفة تماما، يعني بكل شيء. يعني حتى أكو مسألة يمكن ست رويدة وكل المشاهدين يعرفون، حتى سلوكيات الدخول المطعم، شوف أبسط شيء، المدرسة، الجامع اللي تروح له، السوق اللي تفتر به، المول. سابقا ما كانت هذه الأمور موجودة، يعني لا عندهم مولات قبل ويتعرفون شو يتعاملون معها، لا عندهم مثلا مدارس مختلفة مثل ما اليوم يتعاملون وياها، كانت عندهم مدارس بسيطة ممكن يعني فتشي بسيط يعني متواضع جدا، أو يروحون عند الملة بالجامع يقرون ويتعلمون القراءة والكتابة وحفظ القرآن، مو مثل هذا وقتنا. فأكيد هذه التطورات وهذه التكنولوجيا، ما كان عندهم استخدام ما كان عندهم استخدام الموبايل، ما عندهم استخدام الانترنت بشكل كبير، هذه سلوكيات بدت أو تصرفات جديدة بدت تخترق المجتمعات، من ضمنها المجتمع العراقي اللي شاف النور لهذه التقدم أو هذا التطور وهذه التكنولوجيا بعد 2003 بشكل أو بآخر. يعني صح احنا عندنا بال 2001 كان الانترنت موجود بالعراق، لكن بشكل أوسع غزل المجتمع العراقي خاصة بعد 2003. هذه تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى قوانين، تحتاج. إحنا البارحة كنا نتكلم على موضوع يعني النشر وتشهير وما شابه ذلك. القانون العراقي كان يتعامل مع هذه المواد وفق القانون يعني 400 وفق المادة 402 و403 و404 تعود إلى عام 1969، ويمكن من خلال هذا الموضوع بحد ذاته مشاهدينا ممكن أنت تعرف الفرق، يعني من 69 إلى 2023 حدود 54 سنة، يعني 54 سنة مرت على وجود هذا القانون، وكأنه شوف إحنا اليوم احتاجينه، وكأنه هذا القانون حينما تم سنه وإقراره كأنه اليوم إحنا محتاجينه فعلا، يعني يطبق اليوم بشكل كبير. فأكو توأمة بين هذا القانون، أكو اندماج مع هذا القانون مع واقعنا. لكن قانون العنف الأسري نرجع ونقول أكو تدخل من قبل الأمم المتحدة، أكو تدخل ديني في إقراره، أكو تدخل عشائري ومجتمعي، أيضا أكو سلوكيات. بعض من كانوا يخافون إقرار هذا القانون كانوا عندهم شك بأنه يحرض المرأة على التحدث بحرية، أنه المرأة ما حد يقدر يضبطها، أو الطفل ما حد يقدر يضبطه، مثل ما دا يكون هو في المجتمعات الغربية. وإحنا كنا نعرف الشاب إذا صار عمره يمكن 18 أو 16 سنة على ما أعتقد خلص ماكو وصايا لأولياء الأمور عليه، خلص هو حر يطب ويطلع ويصادق ويبني علاقات ويدرس ما يدرس يشتغل، كل هذه الأمور حريته. الطفل اليوم كثير من العراقيين، وصارت هذه مشكلة وإن شاء الله في بانوراما راح نناقش هذا في يوم من الأيام، ناقش هذا في يوم ما، العراقيين خاصة العائلات العراقية اللي موجودة في الخارج، كثير من العائلات أخذوا أولادهم من عندهم، سواء كانوا بالمطار، كانوا بالمولات، كانوا بالشارع، عنف ابنه، ضرب ابنه، صيح على ابنه، أخذوا ابنه فصلوه عنه، قالوا أنت ما تصلح لتربية الطفل. وهذه مشكلة أساسية مخالفة جدا للدين ومخالفة للعادات والتقاليد المجتمع العراقي. أنا ما أريد أطيل أكثر، لكن انضم ويانا الآن سيد حيدر حسن،
أيضا سيد حيدر حياك الله اليوم يعني ويانا بهذه الحلقة القسم الثاني من الحلقة. خليني أسألك سؤال مهم، هو ما رأيك بالعنف الأسري وليش لحد الآن القانون معطل داخل البرلمان؟ خلي نقول ما الذي يعيق إقرار هذا القانون؟ هل هو العرف أم أنه خشية من تسلط وتحريض المرأة أو الطفل على أولياء أموره؟ تفضل. وفي البداية أحب أقول شيء واحد، علينا أن نفرق بين العنف الأسري، هل تقصد العنف ضد الأطفال فقط أم ضد المرأة الزوجة، ضد الأخت، ضد الأب، ضد الأم، ضد الأخ؟ هل تقصد العنف الأسري فقط الأطفال؟ لأن استمعت إلى بعض من مقدمتك حول الأطفال، فهل تقصد؟ لا، هو الأطفال، الأب، الأم، الأخت، الإبن، الكل الكل. احنا نتكلم عن قانون عنف أسري شامل لكل أفراد الأسرة. نعم، للأسف علينا قبل أن نقر القانون هل لدينا القدرة على إنفاذ هذا القانون وتطبيقه؟ فالعلة ليست بالقوانين، وإذا كانت العلة بالقوانين فدستورنا من أروع الدساتير في العالم وقوانيننا من أروع القوانين في العالم، ولكن قل لي يا سيدي بربك، هل نستطيع إنفاذ هذا القانون؟ إذا كنا لا نستطيع إنفاذ قانون أمني بسيط، قانون تجاري بسيط، فهل سنستطيع بربك في ظل هذه التعقيدات التي تحدثت عنها في مقدمتك الجميلة، العشائرية والعروف والمجتمع والعقليات والعادات؟ المجتمع لا يمكن أن تغير مجتمع بسهولة، فالمجتمع مبني على أسس عادات وتقاليد وأعراف وحتى خرافات. الآن إذا ما تحترم بعض الخرافات تواجه مشكلة في المجتمع، فكيف تستطيع أن تنفذ القانون؟ فأعتقد، حتى لا أطيل عليك وأجيبك على سؤالك، أعتقد أن مرد التلكؤ في إقرار هذا القانون في البرلمان هو مخافة أن لا يكون حبر على ورق. نعم سيد حيدر، كنا انقطع الاتصال بسيد حيدر. طيب نعم نعم أكبر سيد حيدر خلي. طيب إقرار القانون ولم يكن إقرار القانون، ونتحدث عن القانون وإقراره، دعنا نتحدث، هل دعني أطرح هذا الاستفهام، هل لدينا القدرة على إنفاذ هذا القانون وتطبيقه؟ إذا كان الجواب نعم فسيتم إقرار القانون، إذا كان الجواب لا لن يتم إقرار هذا القانون. تمام. خليني أسأل ست رويدة. ست رويدة صحيح يعني هو هذا السؤال، إحنا عندنا قدرة أنه نطبق القانون بهذا إذا ما تم إقراره؟ بصراحة أنا مع الأستاذ حيدر بهذه القضية، لعد ليش إحنا دا نشتغل مجتمع منظمات المجتمع المدني أو مفوضيات حقوق الإنسان، ليش دا نشتغل على التوعية بين بين المجتمع حتى نقدر ننفذ القانون؟ يعني بصراحة مثل ما قال الأستاذ إنه هذا القانون إذ إحنا نقدر ننفذه هسه، نقدر يتنفذ، يعني يقدر يكون إنه واقع وحقيقي، هو إذا ما كان أكو توعية وإذا ما كان أكو تثقيف بين الأشخاص ما راح نقدر ننفذ القانون. فلهذا السبب إحنا كدورنا منظمات المجتمع المدني ومفوضيات حقوق الإنسان وكذلك يعني مثل ما قلت لحضرتك الشرطة المجتمعية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هاي الحكومات اللي مختصة بالأسرة، المختصة بالأسرة، المختصة بصحة المجتمع، هي هذه اللي هي دورها إنه حتى نقدر ننفذ القانون، حتى مو بس يكون إنه قانون، لازم يكون لها دور بالتوعية، بالتثقيف، بالحوارات، بهذه القضايا حتى نقدر ننفذ القانون. يعني بصراحة إذا بس نفذ القانون وماكو أي توعية ما رح نحل القضية أصلاً، لازم، لأن إحنا ترى منظمة المجتمع المدني تشتغل على هذا الموضوع من سنوات طويلة كلش. صحيح. يعني مو اليوم والبارحة، يعني فترة كلش طويلة، بس لحد هسه تقدر تقول إحنا بعدنا ما وصلين المرحلة اللي نقدر نغطي كل قضايا المجتمع. نعم سيد حيدر، خليني أسألك يعني من وجهة نظرك اليوم المجتمع العراقي متجه إلى التعنيف أكثر لو إلى التوعية؟
المجتمع العراقي يمرض ولا يمرض. صحيح. ولا وكلنا شاهدنا. ودعني أربط الرياضة فأنا مو لاعب الرياضة. دعني أربط هذا قولي بمقولة كويتية لأحد الضيوف في أحد الاستديوهات التحليلية لإحدى القنوات الرياضية الكويتية بشأن كأس الخليج. قالهم بالمعنى اخجلوا على أنفسكم، هذه العراق التي تقاتل منذ 40 عاما، أكثر من 40 عاما، من 79 إلى اليوم ما مستقرة، هاي ملاعبها العملاقة، وانتم الكويتيين عايشين بالرفاهية، هاي ملاعبكم التعبانه. وما أقدر أقول قال عبارة أكثر من التعبان. زين. المجتمع العراقي يمرض ولا يموت، ولكن قل لي بربك هل تستطيع السيدة أو الآنسة المحترمة أن تعمل بحرية؟ اسألها بربك هل تستطيع. قالت أنا أنطي خبر الأهلي، أهلي لهم رأي مهم ومحترم عندي، مو الشكل سترويدي؟ نعم. هل تستطيع الأخت الآنسة أو السيدة لا أعرف راحتها، هل زين. تستطيع أن تعمل هي ومنظماتها ومن معها بحرية في ظل هذا المجتمع؟ يا سيدي إذا كنا قد تداولنا أيام كورونا مقطع لشخص أتت الإسعاف لأخذ زوجته المريضة بالكورونا، طلع لهم بالرشاشات يضربهم وطلعوا إلى آخره. فكيف تستطيع الأخت ومن معها أن تذهب للتوصية وتوعي المجتمع؟ عمي خلي اشتغل. ما يخالف ما يخالف. تشتغل على هاي القضية وتقدر حضرتك بنفسك تشوف. نعم تشتغلين، بس الموت أقوى منك، تحتاجين إلى قوة أكبر، تحتاجين لا إحنا ليش نقول نريد القانون؟ ليش نقول إحنا نريد قانون؟ إحنا من يقر قانون راح يكون سلاح. إذا سمحتوا مالي القانون لا يهد. القانون إذا ما استد تحظى بدعم عشائري، تحظى بميثاق ميثاق شرف عشائري يدعم عملها، وإذا ما تحظى بميثاق عمل مجتمعي يدعم عملها، أي واحد يطلع سلاحها على الست ويمنعها من أن تمارس مهامها يجرم عشائريا أولا ويتبرأ منه ثم يتولاها القانون، لن تستطيع الست وأمثالها أن تفعل شيئا. وأنتم تعرفونني أنا متهم بالتشاؤمية دائما في صروحاتي. بهاي أنا هم متفق بهاي، يعني اتفق وياهم. تعليقي نعم. خلي نشوف رد ست رويدة. تفضلي رويدة. استاذ في الجزء الاول من الحلقة تحدثت عن قضية اللي هي تقول انه العشائر وشيوخ العشائر ورجال الدين، احنا دا نشتغل ويا شيوخ العشائر ورجال الدين حتى نبث التوعية والتثقيف، وده يجون وده يكونون متعاونين ويانا وده يوصلون الرسالة اللي احنا دهنا بتبيها. صحيح احنا ما واصلين المرحلة اللي المرضية لك واللي انه انا اللي اريد اوصلها، صحيح بعدنا ما واصلينها، بس ده نشوف نتائج كلش جميلة انه اكو تعاون بين شيوخ العشائر بين رجال الدين، ده يوصلون القضايا اللي ده نحكي بيها، ده يوصلون التثقيف. احنا ده نفكر حتى وصلنا قضايا انه مو بس حملات توعوية، لا نروح فرق تطوعية كشباب وبنات، نروح إلى مناطق يعني نائية أو قليلة المعرفة والثقافة ونوصل لهم هذه القضية مالتنا، أنه شنو هذا القانون، شنو يقدر يساعدهم أو شنو يقدر يوصل لكم، حتى ما يكونون يفكرون أنه مجرد ما يصير هذا القانون ليش هو ما يصير تعاون، أنه يفكرون مجرد ما هذا القانون يتم العمل به راح يطلق حريات المرأة بطريقة غير صحيحة، راح يؤدي إلى تمردها، ومو بس تمرد المرأة حتى الرجل اللي هو الشاب. خلينا نقول يعني هذا القانون هو مو بس للأسرة كاملة، مو بس للمرأة، فاحنا ما نركز على المرأة فقط، نركز على تثقيف مجتمع كامل. صحيح ما واصلين مراحل المرضية لكن ده نشتغل عليها، وده يكون اكو تعاون من قبل منظمات، من قبل الشرطة المجتمعية يعني تكون ويانا بالخطوات اللي نمشيها، وكذلك رجال الدين وشيوخ العشائر حتى يوصلون انه اي ورش او اي حوارات ثقافيه او جلسات حواريه بهذا المجال ادعونا احنا، ممكن طيب. احنا نجي او انتم تعالوا سووا هذه الجلسات الحواريه واحنا داعمين لكم حتى توصلون هذه لاكثر عدد ممكن من المجتمع. نعم شكرا. شكرا جزيلا. عندك تعليق باختصار سيد حيدر؟ تعليقي بسيط. نعم. ترى السيد تحدثت بشكل جميل ورائع، وهي تعمل ولديها دعم ولديها وعود من الشيوخ،
ولكنني أرى أنها لو بدأت تطبق على واحدة من أبناء هؤلاء الشيوخ هذا القانون لشهرتنا. هاي المصيبة، هاي المصيبة. لا أنت أبد مو متشائم، زين لا. يا معود خلي البنية، خلي البنية تشتغل وتوعي المجتمع. أنت ليش من هسه معطمها يا أخي؟ ما تحطم، أنا في الأساس مدربة تنمية بشرية، يعني أنا لبست الطاقة الإيجابية يعني. هاي العادي. إذا ممكن تحرمين أستاذ حيدر، لأن حيدر بي طاقة سلبية اليوم ديبث لنا إياها. لازم نطيش ولا مجال الطاقة الإيجابية إن شاء الله. أنا أشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك حيدر حسن الكاتب والصحفي، كنت ضيفي من عمان، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك رويدة حسن مديرة منظمة الحرية لحقوق الإنسان من بغداد، شكرا لك. وأيضا الشكر للشيخ محمد الزيداوي رئيس مجلس شيوخ أشاعر البصرة، المفروض كان ينضم ويانا لكن لسفرة أو ارتباط الآخر اعتذر الرجل في اللحظات الأخيرة. شكرا لضيوفي الأعزاء، شكرا لكم مشاهدين الكرام لطيب المتابعة. نشوفكم إن شاء الله باكر بحلقة جديدة وبانوراما في مالها.